السلام عليكم. هذه سالفة ما قبل النوم، وهذه سالفة أنا شهدتها بنفسي. في سنة من السنين أنا كنت ساكن في أحد المناطق السكنية الجديدة وانتقلت منها، فحصلت سالفة يعني أنا ليوم أتذكرها أضحك. سكن واحد بنى بيته وكذا وشطبه وسكن. هذا الرجال طرايب، يتريق يطلع برا سروال مكسر وفانيلا وبس، يطالع يمين يدور غسال يزف، يدور احد مار بالشارع يقول له ليش مار شتبي، يمر واحد يسال مسكين كذي يدور بيت يقول له ايش فيك عسى، يدور والله يدور الهواش، مع انه هو مو يعني صاحب قوه وكذا، لا خرطي، لكن شنو محتبي بعياله. يا جماعة الأبو ملعون خير، والعيال يعني شياطين بمعنى الكلمة. عنده 4 عيال من سياراتهم، إزعاج بالشارع، تكسر تقحص بالليل، الناس بسبتهم لا تنام لا ليل ولا نهار. وشوف عيني الحمد لله أنه ما هو جاري الملاصق، لا بيني وبينه 5 بيوت تقريبا، ودائما أطالع كذي يعني أشمئز لما أشوفه. ويدور أصدقاء، لأن سبحان الله يعني من سلوك السيء الناس تتحاشى الظاهر، فيدور أي أحد يسلم عليه ويسولف، يدور سوالف. المهم سكن جارة كان يشطب متأخر يعني، وسكن بعد 2-3 شهور هذا الجار جو عاد حريمة وعياله يسكنون معه، بس ما شفنا من عيال. وتعرفوا المناطق الجديدة دام الجيران شوي يعني ما يتأمون، نفس المناطق الشعبية الكل يعرف الثاني، لا فما حد يعرف شنو وضعه. موجودين أهله وعياله عنده صغار، مع أنه رجال كبير يعني ما هو صغير، المفروض عياله كبار. المهم ما لكم بالطويل، أنا أبي أفهمكم الوضع. عياله هذول الصغار أعمارهم على 10 سنين 12 سنة، يطلعون برا عند الباب يلعبون. كل يوم الثاني عيال الجار السيء هذا يمسكون الياهل هذول ويطقونهم طق، وهذول يدشون عند ابوهم يبكون. الغريب في الموضوع شنو؟ ابو الاطفال الصغار هذا لما يطلع يضحك ما عارف شنو قصته، انا شايفه شوف عيني يضحك. هذا الجار السيء شنو قال؟ قال هذا خواف، علشان كذي ما يقول ليش يطقون عيالي مثلا، ولا يقول شيء، ما يتكلم ابدا، بس يضحك، يبتسم ويضحك، يقول حق عياله ما يخاف دش داخل. قام هذا الجار السيء شنو؟ عشان يبي يفرض نفسه، وعباله نظام يعني نظام الافلام العربيه انه لازم يسيطر على الحاره، يشيش عياله على جاره، يقول كسروا له الجام، جام سيارته، حطوا تكرمون الزبالة يم بيته. يعني شوف سوء الأخلاق، لكن اللي يموت من الضحك الجار. يعني أنا في البداية أنا أعتقد أنه جار طيب وفغير ومسكين يعني مغلوب على أمره، أنا هذا اللي فهمته. يعني يطلع يضحك، ما يتكلم ولا يعلق ولا يقول شيء، بس يطلع ويضحك. المهم أنا صدقون كنت شنو كل ما أشوفه يكسر خاطري، ودي أتدخل، بس يا أخي جيران، أنا جارهم هم جيران، يعني شلون شو أقول له؟ يعني شلون أتدخل بينهم؟ يعني ودي أقول له يعني تبني أكل ملك، يعني نحاول شوي نزفه يعني شيء، بس ماني عارف شلون أتدخل يعني. المهم مرت الأيام، أيامها أول الكويتيين لما يروحون يصيفون بالصيف وين يروحون؟ يروحون زبداني بسوريا. أيام سوريا لما كان الله يعود أيامها كانت الأمور طيبة فيها، فالكويتيين يروحون عوائل حق الدولة هذه ويصيفون هم وهاليهم. طالع هذا الجار الطيب اللي كله يضحك عنده عيال، وعنده عيال الله يكفينا شرهم، ما هم عيال، عمالقة. والله يا جماعة لما شفتهم
انا انصدمت، انا عبالي ناس زايرته. طلعوا عياله تو جايين من الصيف قاعدين شهرين ثلاثه هناك، وقالوا لين ابوهم قال لهم لين اثث البيت وكذا تعالوا. المهم تاخر شوي ولا يحضرون ولا 12 رجال بلاية. اصغر واحد فيهم عمره تقريبا 26 25، وانت نازل بين كل واحد واحد سنه، وفي ثينة توم وثينة وانت رايح وصبيان. اثاري هذا لما كان يضحك، ليش يضحك؟ يضحك لانه مستانس ان جاره هذا ملعون خير وانه مو كفو احترام. ليش؟ لان هذا كان متأذي اول قبل يبني بيته، كل ما يروح يأجر مكان عياله هذول شياطين يعني يفرضون نفسهم على الشارع، يقوم يطقون الجيران اليمين واليسار واللي قدامهم واللي كذا. فهذا استانس ان جاره عنده عياله هم شياطين، عشان شنو يصير؟ شنو كلنا بالهوى سوا، لان هذا فعلا مو قادر يسيطر على عياله 12 رجال وكلهم مجانين. الله يكفيكم شره، يعني ان شاء الله انكم ما تطيحون بجار كذي. هذاك الجار يوم اكتشف ان هذا عنده 12 رجال وساكنين معاه، وهذولك اصلا يدورون الشر بدون ما تحرش فيهم انت، اصلا بدون ما تحرش هم يتحرشون فيك. وفعلا يوميا غاسلين عيال الجار السيء، غاسلينهم غسال محترم. تطور الموضوع كل يوم ثاني، ماسكين الجار نفسه الريال هذا ماسكين وهم غاسلينه. والله يا جماعة اني انا قعدت اضحك، يعني قعدت تقريبا في المنطقة هذه يمكن سنة يوميا هوشة. بس في البداية كان الجار السيء هو اللي 1-0، بعدين الجار الثاني بو 12 رجال طق 10-0. كل يوم غاسلة، كل يوم غاسلة، لين الرجال السيء شال بيته وراح باع وراح مكان ثاني انتقل. والله باع البيت بخسارة، وكان أيامها البيوت توها طايحة، بعد راح باع بيته وانحاش. انحاش ربك سبحان الله، يعني فوق كل طير طير، يعني تسلط انت على الناس الله يسلط عليك اللي ألعن منك سبحان الله. والله يا جماعة يوم راح، طبعا أنا هم فركت له، شلعت أنا بالمنطقة، قلت شي قعدني أصلا زين. فالله لا يبلاكم بهالناس هذه، وسبحان الله البيت مقدم على الجار، لكن يا إن في جيران يا سبحان الله. والله إنك تزعل تبكي عليه لا شال، تبكي عليه لا شال من عندك وراح منطقة ثانية، ودك إنك تلحقه والله العظيم. الله يحميكم ويحمي جيرانكم ويواصلكم معاهم ويطلعون طيبين إن شاء الله، ويرزقكم بالجار الطيب المحترم اللي يحفظكم ويحفظ أمانة بيتكم وأسراركم. هذه نهاية قصتنا، فمان الله ومع السلامة.